يعني احنا كده تحققت النبوءه بتاعتي اللي كانت من قبل القرعه بتاعه كاس العالم. تمنيت وتوقعت ان الاهلي هيلاقي اتحاد جده في كاس العالم للانديه. طب اتحاد جده بيكسب اوكلاند سيتي مستريح، عارف المكسب المستريح، عارف لما تروح مشوار كده حنين مستريح. اتحاد جده النهارده كان في نزهه، كانها مباراه اعداد لمباراه النادي الاهلي. كسب اوكلاند سيتي المستسلم تماما 3-0، 3 تجوال الحقيقه في الشوط الاولاني احلى من بعض، جابهم رومارينيو وكانتي وكريم بنزيما، الثلاثه النجوم التقال بصراحه في فرقه اتحاد جده، واللي لعب النهارده بتشكيله معظمها من المحترفين. اتحاد جده يعني ممكن اعتبره بيوجه رسالة قوية للنادي الاهلي بهذا الفوز، وممكن اعتبره فوز طبيعي لاند اوكلاند سيتي فريق متواضع المستوى. الشوط الثاني تراجع اداء اتحاد جده، الحقيقة عمل شوط اول عالي جدا والنجوم متألقوا جدا في الشوط الاولاني، وعنده عناصر طبعا مهمة، محدش يقدر يتكلم على بنزيما ولا رومارينيو ولا كورنادو ولا فابينيو ولا كانتي، اسماء ضخمة جدا هي، حتى اللعيبة السعوديين الغامدي وطبعا نجمنا احمد حجازي في الديفنس، كل الاسماء دي كان لها دور كبير جدا النهارده خصوصا في الشوط الاولاني. في الشوط الثاني تراجع الاداء اطمئنانا بقى للنتيجه، ما هياش عايزين يدوسوا اكتر من كده استعدادا لمباراه الاهلي، قول زي ما انت عايز، لكن اصبحت هناك قمه مرتقبه كلنا منتظرينها، كلها تحديات كره القدم. تمام. كلها اثاره كره القدم. كلها عشق في كرة القدم بين فريقين كبار، النادي الاهلي المصري النادي التاريخي الافريقي واكتر نادي عربي شارك في كاس العالم للاندية 9 مرات، دي التاسعة، المصنف الاول على افريقيا، الحائز على لقب او حامل لقب دورة ابطال افريقيا، وافضل نادي في افريقيا لسه امبارح واخد هذا اللقب في مواجهة العميد السعودي نادي الاتحاد صاحب الجماهيرية الواسعة وحامل اللقب بتاع الدوري السعودي. التاريخ لو اتكلمت عنه هينحاز للاتحاد لكنها مجرد ارقام، الحاضر لو اتكلمت عنه هينحاز للاهلي. هتقولي مع وجود بنزيما وكانتي والناس دي كلها وفابينيو والناس دي كلها، اقول لك اه ينحاز للاهلي، لانه الاهلي فريق يلعب كرة قدم جماعية. ان لعب بطريقته المعتادة اللي شفناها واللي حقق فيها بطولات الموسم الاخير الخمسة، تقدر تقول اضمن لكم 1000000%، مليون، لا 90 ولا 80 ولا 70 ولا هقول لك 99، 1000000% ان الاهلي هيكسب هذه المباراة، لانه على الاداء الجماعي الاهلي لما بيلعب لعبه العادي هو الافضل، انما الاداء الفردي لا، ده بنزيما بقى هيقعد يعملها كده ويستلم في ال 18. شفنا النهارده بنزيما كان معاه كاميرا لوحده، حتى بعد زملائنا في الاستوديو التحليلي هناك بعد الماتش شغلوها كده شويه، بنزيما ما حد يعني بيجري في ال 18 لوحده، استلم ويسلم ورايح جاي وانتوهات وما اعرفش لوحده، يعني الناس بتتفرج عليه، الديفنس بتاع اوكلاند سيتي كان بيتفرج عليه. فاذا الاهلي على المستوى الجماعي يكسب هذه المباراه باستريح، وانا بقول لكم 1000000%. لازم التركيز ثم التركيز ثم التركيز والروح ثم الروح ثم الروح. انا بقول لكم اهو الاجواء كلها هناك في صالح الاهلي، الضغوط الجماهيريه هتبقى على اتحاد جده والاعلاميه، لكن التواجد الجماهيري للاهلي في الاستاد هيبقى داعم كبير جدا للنادي الاهلي، مع الرغبه في استعاده الثقه مع الجمهور، مع جاهزيه اللعيبه، مع اللعيبه هتبقى اسبوع كامل، اكتر من اسبوع ما شاركتش في اي مباراه، فجاهزه من الناحيه البدنيه ومن الناحيه النفسيه ومن الناحيه التركيزيه وكل حاجه، كله يقفل على نفسه من النهارده الاثنين اهو، كل الناس تقفل على نفسها ليوم الجمعه، لا سوشيال ميديا ولا وجع قلب ولا الهرس ولا الهري اللي ممكن لعيبه الاهلي ينشغلوا بيه، وتركز فقط في مباراة اتحاد جدة، لان المباراة مش بس انك تكسب اتحاد جدة في ديربي عربي مهم وكبير وترضي جمهور الاهلي في مواجهة جمهور اتحاد جدة، لا ده انت كمان ده ممكن يبقى مفتاح لتأهلك لنهائي كاس العالم، تكمل الدور قبل النهائي، ممكن تكسب فلومينينسي بطل البرازيل في السيمي. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه خواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. تفاؤل جميل، تفاؤل حلو من ضيفنا النهارده الكابتن محمد شبانه، هو بيقول لو الاهلي لعب بطريقته الطبيعيه 1000000% النادي الاهلي هيكسب.
تمام. النجوم ليها اعتبار، ليها اعتبار. الورق اللي الفلوس اللي دفعها اتحاد جده في الملعب موجوده بقوه، بقوه، وشفناها في مباراه امبارح. 7 محترفين، 4 برازيليين طبعا، فيهم واحد مصري احمد حجازي. الاهداف رومانيليو لاعب برازيلي، كونتي لاعب فرنسي، كريم بنزيما يعني حدث بلا حرج على كريم بنزيما، واعمل سيرجي بس وقول يا بنزيما في. وبعدين الثلاثه فازوا بكاس العالم قبل كده، فابينيو مع ليفربول، كونتي مع تشيلسي، كريم بنزيما مع الريال. صرح كريم بنزيما وقال ان هو قابل النادي الاهلي قبل كده، والنادي الاهلي فريق محترم، وده اتيكيت معروف بين النجوم الكبار. النادي الاهلي هيطلع يقول اتحاد جده فريق كبير، والاتحاد جده هيطلع يقول فريق الاهلي فريق محترم، كل ده على الكلام. احنا عايزين ننزل على ارض الواقع وننزل على النجيله والقرار، قرار مارسيل كولر في التشكيل. لكن احنا ما بنتكلمش على التشكيل، احنا بنتكلم على اي 11 راجل يلعب بتيشيرت النادي الاهلي. ليه؟ كل النجيلة، اعمل اللي عليك، خليك قد المسؤولية، احترم الكرة، احترم المنافس، وبعد كده التوفيق والنتيجة بتاعت ربنا. بس انت بينك وبين جمهورك ما قصرتش، انت بينك وبين جمهورك عملت اللي عليك، واتحاد جدة طبعا الكابتن محمد شاهين بيقول ضغط الجماهير يبقى على اتحاد جدة، اتحاد جدة مسؤول. هو المباراة عليها اسبورت جامد جدا، لان هي مباراه تعتبر قمه عربيه في المونديال وكاس العالم للانديه. النادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا، الاتحاد السعودي بطل الدوري السعودي، والدوري السعودي بطل الدوري السعودي بما يعادل دوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اسيا، لانه دوري مكلف ومصروف عليه. ودوري بقول لك امبارح 7 محترفين، يعني 4 سعوديين بس هم اللي بيلعبوا، فحبس بلا حرج على الامكانيات المهوله ضد الريال. يعني الاهلي بيلعب الريال السعودي، يعني العمله، ليه؟ لان دافعين فيها كتير جدا. كريم بنزيما عقده حبس بلا حرج، لكن ما بيننا وبين الاتحاد الا النجيله، والنجيله هي احترم الكوره، الكوره تحترمك، وهو ده شعار النادي الاهلي. والنادي الاهلي يقدر يعمل كده، يقدر يفوز، يقدر يفوز في قلب السعوديه، يقدر. احنا ما بنقولش اي كلام، النتائج وارجع للسيفيات وارجع للارقام، النادي الاهلي عملها قبل كده مرارا وتكرارا. واسمع رايك في الكومنتات. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. دايما كل جديد على قهوه الخواجه، تحياتي احمد الخواجه.